بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس، وهل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة ده مكمل معانا ولا ممكن نتعرض لموجة ارتفاع في درجة الحرارة مرة تانية؟ بالفعل يمكن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ده هيكمل معانا حتى يوم الخميس القادم إن شاء الله. انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع 32 درجة مئوية، جنوب الصعيد اللي كان بتسجل 44 و45 اليوم متوقع أنها تكون 38 درجة مئوية. فبالتالي الطقس خلال فترة النهار مع وجود كمان وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحمي جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب وجود منخفض جوي في صدفات الجو العليا، العوامل دي كلها تخلينا احنا نحسب الطقس الحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على سواحلنا الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة في ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر بيحصل انخفاض في درجات الحرارة. الأجواء بتكون أجواء معتدلة تماما في أغلب محافظات الجمهورية، لأن كمان مع فترات المساء وساعات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات، سرعاته ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة، بيساعد بشكل كبير نشاط الرياح على إحساسنا بالأجواء المعتدلة. طيب هل الرياح دي مصاحبة بأتربة؟ في اغلب مناطق الجمهوريه مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره الا في بعض الاماكن من الصحراء الغربيه وبعض الاماكن من اقصى جنوب الصعيد، هيبقى فيه نشاط رياح مثير لبعض الرمال والاتربه، لكن مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه ومش هتاثر ان شاء الله بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. كمان اليوم متوقع مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه يكون معانا فرص لسقوط الامطار. الامطار دي هتكون فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وقد تمتد لبعض الاماكن من جنوب الوجه البحري مدن القناه، وهناك ايضا فرص ضعيفه لامطار خفيفه على بعض المناطق من القاهره الكبرى، اللي بنأكد انها هتبقى على فترات متقطعه من اليوم في اماكن متفرقه وغير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بصفه عامه الحمد لله الاجواء مستقره بشكل كبير، وحتى نهايه الاسبوع الاجواء هتكون اجواء مستقره، لكن دايما ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، لان ده هيزود احساسنا بارتفاع في درجات الحراره. فبقدر الامكان فترات النهار واحنا موجودين في الشارع يكون معانا غطاء لرأس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، وطبعا نرتدي الملابس فاتحه اللون القطنيه، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، لكن الحمد لله الاجواء مستقره، ما فيش اي ظواهر جويه تاثر على اعمال الانشطه اليوميه. بشكرك من هنا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 32 والصغرى 21، العاصمه الاداريه 32 21، اسكندريه 27 20، العلمين الجديده 27 20، مطروح 26 20، دمياط 27 21، بورسعيد 26 20، الإسماعيلية 32 21، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 21، العريش 28 20، كاترين 31 14، طابة 34 25، حلايب 33 28، شلاتين 36 27، شرم الشيخ 37 26، الغردقة 37 27. هنروح للفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 20، بني سويف 33 22، الوادي الجديد 39 29، أسيوط 36 23، سوهاج 37 26، قنا 37 27، الأقصر 38 28، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هرجع لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.